دلوقتي بقى هنعمل مع بعض بعد ما رجعت لنا من الفاصل، هنعمل مع بعض البطاطس المحشيه بالكابوريا. الكابوريا اللي انا مستخدماها هنا هي الكابوريا الصناعي اللي هي بتبقى ستيكس طويله، ودي عامله زي سوسيس زي اللانشون، هي حاجه مستويه وهي حاجه صناعيه، ما هياش حاجه طبيعيه، يعني مش كابوريا طبيعيه. فاللي حابب يستبدلها ب كابوريا ويسويها، او جمبري او كاليماري او سمك بس يكونوا مستويين. اوكي، اللي حابب يستخدم الكابوريا دي بتبقى اسهل واسرع وارخص وطعمها حلو، يعني طعمها حلو. بس انا بحب اوضح المعلومه علشان تبقوا عارفين وانتوا بتشتروا انتوا بتشتروا ايه، مش اكتر من كده. عندي بطاطس سلقناها او شويناها زي ما انتوا عايزين، وقطعناها بالنص بعد ما نضفنا الجلد كويس جدا جدا بالفرشه بتاعه الخضار، وقورناها واحتفظنا بالتقوير لان احنا هنستخدمه في الحشو. فعندي بطاطس متوسطه الحجم مشويه في الفرن مقسومه من النص ومتفرغه من الحشو بتاعها، وعندي الحشو بتاعها، وبعدين عندي جبنه كريمي، ساور كريم، ثوم مفروم، توابل ايطالي، ملح وفلفل، كابوريا صوابع مفرومه، بصل اخضر مفروم، وعندي جبنه موتزاريلا. دي المقادير بتاعه الوصفه. بعد كده من الوصفه اللي فاتت عندي شويه بصل وشويه فلفل الوان وشويه كزبره خضراء وشويه بارميجان متبقيين من الوصفه اللي فاتت، فانا يعني هستخدمهم للتقديم فقط لا غير بدل ما ارميهم. فعندي بصل، فلفل اصفر، فلفل اخضر، فلفل احمر. انتوا عايزين تعملوا كده يعني في البيت برضو ماشي، لكن الحقيقه هي مش من اساسيات الوصفه خالص، انا لقيتهم فاضلين عندي فقلت ايه هستخدمهم للتقديم بدل ما يترموا عشان ما نبقاش هدرنا حاجه، وهيدوا لون طبعا وهيدوا طعم وهيدوا فايده للوصفه، فليه لا. لكن لو انتوا في البيت مش عايزين او ما عندكوش مش اساسي في الوصفه خالص. اوكي، هاخد بقى هنا مقدار الحشوه، الكابوريا هي اهم حاجه بالنسبه لي، الجبنه الكريمي، الساور كريم، بدل الساور كريم قلنا ممكن لبنه، ممكن زبادي متصفي، ثوم مفروم، توابل ايطالي، اللي ما عندوش توابل ايطالي ممكن يستخدم كمون، بصل اخضر، قلب البطاطس اللي احنا قورناه بعد ما اتشوى او اتسلق، ممكن احط رشة شبت بصراحة، ورشة ملح ورشة فلفل طبعا، وأقلب كل المكونات دي كويس جدا. الجبنة والساور كريم مش بس للطعم كمان، لأ هيمسكولي الحشوة مع بعضها عشان أقدر إن أنا إيه أحشيها من غير ما تبقى متفرفطة معايا. خلوا بالكوا كل حاجة هنا مستوية، يعني أنا ممكن أقدمها ومدخلهاش أساساً التلاجة الفرن، أنا أسفة، ممكن على طول احطها واقدمها. انا هدخلها الفرن بس عشان الجبن اللي هحطها على الوش. اوكي، هحط بقى رشه موتزاريلا جوه وهحط شويه طبعا على الوش وابتدي احشي. اخد بقى البطاطسات اللي احنا قورناهم واحشيهم، بس عايزه احشي كويس يعني كده تبقى مليانه، يعني وحشي كل واحدة من الوحدات. كده الوصفة دي تستخدم كطبق رئيسي، طبق جانبي، كأبيتايزر، تستخدم زي ما قلت لكم على السخن، تستخدم على البارد. وصفة لطيفة جدا ومغذية وحلوة، وزي ما قلت لكم برضو تقدروا ان انتوا تبدلوا الكابوريا دي بأي حاجة موجودة عندكم المتوفر، بس أهم حاجة تكون مستوية، يعني ما استخدمش سي فود ني. أنا مش مع الموضوع ده خالص. رشة بقى موتزاريلا
على الوش. برضو عندي بارميجان من الوصفة اللي قبلها فعشان كده هستخدمها، لكن هي مش أساسي في الوصفة، فاللي ما عندوش ما يشتريش مخصوص.